يوصيهم يقول لهم لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا. اليوم هؤلاء المتسمين بالإسلام، شوف كل العالم شي جاي يسوون في هذا الشعب العراقي بهذا الحقد الأعمى اللي يجي يذبح الطفل ما يميز بين الطفل والامرأة والشيخ والشاب والأعزل ويذبحها بكلمة لا إله إلا الله. والله هؤلاء شوهوا صورة الإسلام. فنتمنى كلمة من عشائرنا العراقية العربية وكل شخص عنده غيرة في جميع الوطن العربي وفي أمة الإسلام أن يستنكروا هذا الإرهاب الأعمى ويقفوا ضده، لأن هذا الإرهاب وهذا الطفل اللي يذبح كل قطرة دم تنزل من هذا الطفل سوف يأخذ الله بثأره من جميع من وقف مع هؤلاء قلبا وكلاما وقوة ومالا. فريد كلمة من أخوتنا العراقيين ومن عشائرنا العراقية في قضاء المدينة، هذا القضاء الغني بالخيرات، هذا القضاء السياحي، هذا القضاء المملوء بالعشائر صاحب